قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع مجموعة من الكراتين تضم مستلزمات دراسية على التلاميذ غير القادرين بمدرسة إدفو الابتدائية بمحافظة أسوان. جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الوطني مع مؤسسة دي بي وورلد الخيرية، وتهدف الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية اللازمة للطلاب، مما يسهم في تحسين أدائهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح. كما تسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية. احنا في مؤسسة دي بي وورلد الخيرية، بالعكس يعني المؤسسة التحالف الوطني مشكورين لجهودهم. طبعا المبادرة هاي اول مبادرة احنا نسويها في المحافظات هاي، ومش اخر مبادرات، لان اليوم احنا في مؤسسة دي بي وورلد الخيرية عندنا اولويات. التعليم من اهم الاولويات اللي عندنا، غير التعليم اللي هي عندك الغذاء وعندك الصحة، وفي اولويات ثانية عندنا في المؤسسة، لكن اليوم ركزنا على التعليم خاصة لابنائنا الطلبة، وشفنا الفرحة على وجوههم عودتهم للمدارس حتى لو إلى أمورهم. هذا شيء أقل نقدر نسوي، ومثل ما تعرف احنا اليوم التعليم أساس المجتمع. طبعا احنا كحياة كريمة عضو من أعضاء التحالف الوطني اللي بنتشرف ان احنا عملنا أول بروتوكول دولي مع دي بي وورلد فاونديشن اللي هي دي بي وورلد الخيرية. طبعا المرحلة بتاعة البروتوكول تمت على أكثر من نقطة، يعني تحت مسمى كده زي ما نقول مركب الخير والعطاء. بدأنا نقطة الانطلاق من محافظة الأقصر مرورا بإسنا، كان عايزين عندنا توزيع للأسر الأكثر استحقاقا. طبعا كل ده بيتم عن طريق مكتبنا الميدانية سواء كان في محافظة الأقصر أو في محافظة أسوان. بعد كده دخلنا مدرسة إدفو الابتدائية. طبعا الفرحة اللي احنا شفناها النهاردة على وجوه الطلبة الموجودين جوه الفصول الدراسية، طبعا يعني زي ما نقول تنسي أي حد بيشتغل في العمل الخدمي والمجتمعي كل التعب كله. احنا النهاردة مستمرين في تنفيذ البروتوكول ما بين التحالف الوطني للعمل التنموي وما بين مؤسسة دي بي وورلد الخيرية. النهاردة وزعنا في قرى إدفو ومن بعد ذلك كومومبو شنط مدرسية أو طرود بها شنط مدرسية وبجميع المستلزمات اللي تساعد الطالب على الدراسة. البروتوكول هو بروتوكول شامل وليس للتعليم فقط أو للطلاب فقط، هو شامل الأسرة وشامل المرأة وشامل التعليم، ولكن احنا بدأنا بالتعليم لأنه طبعا حجر أساس كتنمية أو حجر أساس لأي تنمية موجودة. بدأنا من الأقصر وأسوان، وإن شاء الله هننطلق لباقي الجمهورية.